اهلا بيكم حبايبي طلبة طلبات الصف الثاني الاعدادي. النهاردة مع بعضنا هنحل ريفيجن اوف ليسون 2 من كتاب المدرسة في الوحدة ايه التالتة. يبقى ده يا ولاد اسئلة كتاب المدرسة الدرس التاني الوحدة ايه التالتة. choose the correct answer، اختار الاجابة الصحيحة. not indicates extinction، مين اللي بيوضح انقراض؟ مين اللي ممكن يفهمك الانقراض؟ fossils، حفريات. اللي بعده اتنين، not protectorate is the first established، اول محمية تم انشائها طبيعية في مصر، مين؟ طبعا رأس محمد اللي موجودة في جنوب سيناء. طبعا دي كان هدفها يا اولاد حماية الاسماك الملونة colored fish وكورال ريفز اللي هي الشعب المرجانية. اللي بعد write the scientific term for each of the following، اكتب مصطلح علم the death of all members، موت كل انواع او اعضاء الانواع بتاع الكائنات الحية، كل الكائنات الحية لنوع معين لما كلها تموت او تختفي يبقى ايه؟ يبقى دي extinction. يبقى الاجابة هنا يا ولاد extinction. الانقراض. اللي بعد safe places established، اماكن آمنة تم ايه انشائها علشان تحمي ال endangered species. اول ما تسمع كلمة safe places، اماكن امنة، يبقى بيتكلم على مين؟ natural protectorate اللي هي المحميات الطبيعية. natural protectorate نكتبها تحت يا ولاد عشان المكان. نقولتي safe places، السؤال ده مهم بيجي كتير، اماكن امنة تم إنشاءها لحماية الأنواع المهددة بالإنقراض natural protectorates. اللي بعد mention the most important factors، أذكر الأسباب الهامة العوامل المهمة that causes species extinction، العوامل المهمة اللي بتسبب إنقراض الأنواع. طبعا يا أولاد إحنا عندنا نوعين من الإنقراض، reason of extinction of old ages في العصور القديمة و reasons of extinction in recent age. أشرحها لكم بسرعة من كتاب المعاصر عشان تفتكروها. ايه يا ولاد؟ في حاجتين طبعا طويلة شوية. reason of extinction in old age يعني ايه بقى؟ انقراض، اسباب الانقراض القديم، اربع حاجات: meteorite impact، لأما اصطدام نازك بالأرض، لأما violent earth movement حركات أرضية عنيفة، لأما exposure of the earth to long ice age تعرض الأرض لعصر جليدي طويل، لأما toxic gases أو poisonous gases غازات سامة طلعت منين؟ من البراكين. ده أسباب يا أولاد، ده أسباب الانقراض القديم. طب لو قال الانقراض الحديث هنا طبعا السؤال طبعا يا ولاد هنا يعني سؤال شامل الاثنين، ما قالش انقراض قديم ولا جديد، هو قال انقراض بس، فاحنا نقوله الاثنين. اسباب الانقراض القديم اللي قلناه، لاما ميتيورايت امباكت وذ ايرث، لاما فايولنت ايرث موفمنت، لاما اكسبوجر ذا ايرث تو لونج ايس ايج، لاما توكسيك جازز ويتش ايفولف. طب اسباب الانقراض الريسنت ايج في العصور الحديثه، في اربع اسباب: لاما ديستروينج ذا ناتشرال هابيتات، تدمير الموطن الأصلي، لأما أوفر هانتنج الصيد الجائر، لأما إيه؟ لأما environmental pollution تلوث بيئي، لأما climatic change. الأربعة دول يا أولاد تبع إيه؟ تبع reason of extinction in recent age. نشوف اللي بعده. كده يعتبر خلصنا السؤال ده وشرحناه مع بعض. Explain the effect of extinction، اشرح تأثير الانقراض
of species of living organisms on تأثير انقراض أحد أنواع الكائنات الحية على simple ecosystem complicated ecosystem. يعني simple ecosystem نظام بيئي بسيط زي مين الديزرت. ليه سموه بسيط؟ because it has few members في أعضاء قليلة. طب لو انقرض أحد الأعضاء إيه اللي يحصل؟ it strongly affected يبقى يتأثر بشدة. هنا بيقول ماذا يحدث عند انقراض أحد الأنواع؟ هنقول له it strongly affected يتأثر بشدة because it has few members because عايز تقولها ولا مش عايز؟ مفيش مشكلة، هي مش مطلوبة. because it اللي هو النظام البيئي البسيط it has few members. خلاص يا ولاد. طيب اللي بعده complicated ecosystem نظام بيئي معقد زي مين؟ زي tropical forest الغابات الاستوائية، دي فيها اعداد مهولة من انواع الكائنات الحية، فاذا اختفى نوع معين مش هيتأثر بشدة. it doesn't it is not a it is not strongly affected لا يتأثر بشدة. ليه؟ because it has many alternatives عنده بدائل كتير. يبقى it is not strongly affected لا يتأثر بشدة. ليه يا مستر؟ because it has many members أو it has many alternatives بدائل كتير. فاهمين يا ولاد؟ اوكي برضه عايز تكتبها اوكي، مش عايز هو عايز بس يفضل تكتبها. it is not strongly affected because it has بدل ما نقول له few members نقول له ايه many members. اوكي اللي بعده mention what characterized each of the following. هي دي متجاوبه لوحديها عشان ما تاخدش وقت طول في الفيديو يا ولاد. ما يميز المحميات الاتيه؟ رأس محمد بروتكتوريت عارفينها، ايه اللي بيميز محمية رأس محمد اللي موجودة في جنوب سيناء؟ it protect colored fish بتحمي الأسماك الملونة and coral reefs الشعاب المرجانية. سهل. طب الوادي الحيتان، وادي الحيتان اريا منطقة وادي الحيتان ايه اللي بيميزها؟ it protect بتحمي او it contains complete whales fossils حفريات كاملة لمين؟ للحيتان from 40 million years ago from 40 million years ago. خلاص. نقول تاني ما يميز محمية رأس محمد؟ it protect colored fish and coral reefs. ما يميز وادي الحيتان؟ it contains تحتوي على complete whales fossils from 40 million years ago. اللي بعد يلا ربنا نخلص. exclude the unsuitable word اللي هي odd word، اختار الكلمة الغريبة. and mention what the rest has in common يعني اذكر الباقي يعبر عن ايه. ها دودو بيرد كواجا بالد ايجل ماموس. يلا فكر معي. شاطر برافو عليكم. يبقى نختار ايه؟ تمام بالد ايجل النسر الاصلع. طب والباقي؟ ها الباقي extinct animal حيوانات منقرض. يبقى هنعلم على دي كده ونكتب كده بين قوسين ها remains indicate بتوضح، او نكتب على طول extinct animal. extinct ايه يا ولاد؟ extinct ايه؟ extinct animals كله منقرض ما عدا البالد ايجل endangered نسر الأصلع ده مهدد بالانقراض. طب ليه سموه بالد ايجل؟ عشان راسه اتس هيد ها كفرد ويز وايت فيذرز راسه مغطى بالريش الأبيض فنشوفه من بعيد كأنه بلا شعر فسموه بالد ايجل. اللي بعد الباندا رينوزرس كواجا بالد ايجل ها هنختار الكواجا. الكواجا ده انقرض بينما الباندا دب الباندا والخرتيت وحيد القرن والبالد ايجل كل ده endangered animal. يبقى نختار دي كده والباقي يعبر عن endangered animals حيوانات مهددة بالانقراض. اخر سؤال واقول لكم باي باي. give reason
ده يا ولاد ما كانش واضح الحقيقة، فأنا كتبته بخطي في التصوير. أوكي، the desert ecosystem is affected by absence of one of its species. كيف ريزون؟ ليه نظام البيئي بتاعة الصحراء يتأثر عند غياب أحد الأنواع؟ ها، عشان هو simple ecosystem contains few members of living organisms. يبقى because it is simple ecosystem so it contains few members of living organisms. سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. ليه desert ecosystem بيتأثر؟ عشان هو simple ecosystem بين قوسين it contains few members of species of living organisms. كده أسئلة الدرس التاني خلصت. الفيديو القادم هيبقى يونت ريفيجن، يعني مراجعة على اليونت كله برضو من كتاب المدرسة. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء يا محترمين في الفيديو القادم إن شاء الله.